بالنسبه لهذا الزيتون هذا اللي كيكون مشقوق، هذا ما كيتعطلش، هذا دغيا كيوجد، هذا هو الزيتون اللي كنبداو به. هي بالنسبه للزيتون نتوما كذوقوا، لان كل جهه وكيفاش داير الزيتون ديالها وكيختلف. مثلا كتكون رقدتوا الزيتون الخضر ماشي هو الزيتون الاحمر، الزيتون الاحمر كيطيب يعني قبل هذا الزيتون الاخضر، كل واحد والمده اللي كيجيب. يعني نتوما كتبقاو تبدلوا له الماء وكذوقوا، وكل واحد كيشوف النسمه اللي بغا. كاين اللي كيبغي فيه شويه ديال المروريه كيخليها، وكاين اللي كيبغي الزيتون يعني ما تكونش فيه نهائيا النسمه ديال المروريه. الزيتون بعد ما زلتو كنعزل هذا الحمار هذا بوحدو، وكنعزل هذا اللي فيه الاحمر والخضر، فيه شويه ديال الاحمر وفيه الخضر، كنعزلو ثاني بوحدو. هذا كيطيب بسرعه وهذا شويه كيبطا، على هذا كل واحد غادي نقلو بوحدو. عندي هنا الزيتون الخضر، بالنسبه للتقاد الاول اللي كنديرو كنديرو هذا التقاد، هذا الزيتونه كنهرسوها بالحجره وكنديروها في الماء. السلام عليكم، في هذا الفيديو غنقدم لكم الطريقه ديال التحضير ديال الزيتون المشقوق، طريقه تقليديه وطريقه قديمه ما فيهاش مواد حافظه، ما فيهاش كيماويات. تابعوا معايا الفيديو باش تشوفوا المراحل. كناخذ هنا البلاستيك الغذائي كنعمر هذا الزيتون، بدل ما نشق وحده وحده كنشق بها الطريقه هذه. الكميه اللي كملت منها كنرميها في الماء. بالنسبه للطريقه ديال الخدمه كل واحد كيخدم بالطريقه اللي تريحو، الطريقه ديال الشكاره ولا الطريقه هذه. هكا كنستمرت كنكمل الكميه كامله اللي عندي. صافي هنا بعد ما شقيت الزيتون كامل كيتلقى هنا المكحل، كنصفيه وكنديرو في بسيمة اخرى. كنضيف له الماء، كنخليه في هذا الاناء هذا حتى غدا ان شاء الله، ونبدل له الماء نفس الطريقه اللي غادي ندير الزيتون الاخر. صافي الزيتون ديالي بعد ما صفيته غادي نخليه ان شاء الله حتى غدا الصباح، وغادي نبدل له الماء وكنغطيه. الزيتون كل نهار كنصفيه جوج مرات، كل نهار كنبدل له الماء جوج مرات. غادي تلاحظوا بيتي الماء كيولي ما كيبقاش كحل بزاف، والزيتون كيبدي كيحيا واحد شويه كتمشي منه ديك المروره. هاد الزيتون هذا اللي كنبدلو الماء جوج مرات كنخليه غير في الكوزينه باش ما ننساش، كل نهار كنبدلو الماء جوج مرات لمده ديال سيمانه. غادي ندوز سيمانه ونوريكم التتمه ديال المراحل. بالنسبه لهذا الزيتون هذا جبت سيمانه كنبدلو الماء، كل نهار كنبدلو الماء جوج مرات. اليومين الاخيره كندير معلقه ديال الملحه في هذا الاناء هذا وكنبدلو الماء مره واحده. صافي بالنسبه للزيتون كذوقوه صافي راه حلو، كتقدروا تاكلوه. صافي كذوقوا الزيتون صافي كيكون حلو عندكم، هذا كيوجد بسرعه، هذا كيوجد قبل، كذوقوه صافي راه حلو. صافي هنا الزيتون ديالي غادي نعمرو في القراعي وغادي نوريكم شنو غادي ندير له. كنستمر كنهرس الزيتون، والزيتون اللي هرستها كنديرها في الماء، إذا لاحظتوا الماء هنا كيولي كحل. هذا هو الماء اللي كيطلق الزيتون، كيطلق الماء كحل. بالنسبة لهذا الماء كل مرة كنبقى نخويه، وكل مرة غادي نبدلو الماء. كنشللو مزيان، هنا كندير الماء نقي وكنرد هنا الزيتون. بالنسبة للزيتون بغيتو تبدلو ليه الماء كل نهار كتبدلو ليه كل نهار، بغيتو كتبدلو ليه الماء جوج مرات في النهار
كتبدلوا له يعني نتوما على حساب الا كنتو مزروا بين على الزيتون كتبدلوا له جوج مرات في النهار. كل مره كنبدلوا الماء كنخلوا الماء ديالو كنديروا الماء جديد. كل مره كنبدلوا الماء ديالو كنديروا الماء جديد وكنغطي. كنستمر في هذه العمليه. كاين الزيتون اللي كنجيب سيمانه ولي كنبدلوا الماء وكاين الزيتون اللي كنجيب 10 ايام على حساب الزيتونه. نتوما كتذوقوا كتشوفوا كاين اللي كيبغي يخلي فيه واحد شويه ديال المروريه وكاين اللي كيبغي كاع ما فيهش المروريه نهائيا كيخلي حتى كيحلى. كل واحد كيدير الزيتون بالطريقه اللي بغى. صافي الزيتون ديالي بعد ما كتسيمانه بالسيمانه كنت كنبدل عليه الماء. مرات كنبدل عليه الماء جوج مرات ومرات كنبدل عليه غير مره في النهار. صافي هذه هي الغسله الاخيره. غادي نغسلو باش نكملو الترقيد ديالو. هي بالنسبه للماء حتى ما كتلاحظوا بلي كيصفى واحد الشويه. بالنسبه للزيتون هي كيبقى على حساب الزيتونه. كاين الزيتونه اللي كتحلى بسرعه وكاين الزيتون اللي كياخذ لكم الوقت. بالنسبه لهذا الزيتون هذا اللي كيكون مشقوق هذا ما كيتعطلش هذا سيمانه يعني كيكون مزيان كتقدروا تكملوا له الترقه ديالو. غير هي بالنسبه خصكم تردوا البال فاش كتكونوا كتهرسوا ما تهرسوش هذه العلفه ديال الزيتونه باش ما تعطيكمش المروريه. كنهرسوا غير الزيتونه خصها تكون محلوله بحال هكا. هذا دغيا كيوجد. هذا هو الزيتون اللي كنبداو به. غادي نغسله مزيان ونكمل معكم الترقيد. صافي هذا هو الزيتون ديالي غسلته مزيان وصفيتو. هي بالنسبه للزيتون نتوما كذوقوا لان كل جهه وكيفاش داير الزيتون ديالها وكيختلف. مثلا كتكونوا رقدتوا الزيتون الخضر ماشي هو الزيتون الاحمر. الزيتون الاحمر كيطيب يعني قبل هذا الزيتون الخضر. كل واحد والمده اللي كيجيب يعني نتوما كتبقاو تبدلوا له الماء وكذوقوا وكل واحد كيشوف النسمه اللي بغا. كاين اللي كيبغي فيه شويه ديال المروريه كيخليها وكاين اللي كيبغي الزيتون يعني ما تكونش فيه نهائيا النسمه ديال المروريه كيخليه تقريبا كيجيب لكم 10 ايام 11 يوم على حسب حتى كيحلى وكتكملوا له الطبقه ديالو. واحد الملاحظه بالنسبه للانيه اللي كنرقد فيها الزيتون في كل مره كنصفي الزيتون وكنعمر له الماء جديد هاد الانيه هذه كنغسلها مزيان كنغسلها من الداخل كنقيها مزيان كنعمر الماء وكندير الزيتون ديالي وكنغطيه. كاين شي مرات يعني تبدلوا له جوج مرات ثلاثه ولا كديروا نهار بنهار ولا كديروا نهار ايه نهار لا نتوما على حسب الاحتياج ديالكم للزيتون. كنعصر الحامض. عندي هنا الملحه الحيه. كاين جوج ديال الانواع ديال الملحه. كاين الملحه ديال البحر وكاين الملحه ديال الحجره. بالنسبه حنا هاد الملحه الحيه كتباع عند العطاره وكناخذوها حتى على مارين الزيتون. على مارين الزيتون كتكون رخيصه في الثمن ديالها. بالنسبه للترقيد هادي حسن من الملحه ديال الاكل. كنحتاج هنا الماء شويه ديال زيت الزيتون وعندي هنا الحامض اللي كنقطع هكا دي طرونج. بالنسبه للقاعده ديال المحلول الملحي بالنسبه للقاعده عندي 160 مللتر كندير لها 30 غرام ديال الملحه. يعني كل كاس ديال الماء كندير له معلقه ديال الملحه. كاينه هاد الطريقه هادي وكاين الطريقه ديال البيضه يعني باش تعرفوا التركيز ديال الماء بلي راه مالح ومزيان كديروا القاعده ديال البيضه. راه ديجا نزلتها في الفيديو اللي قبل. غادي نعبر معكم يعني كل كاس ديال الماء غادي ندير له معلقه ديال الملحه. مثلا خديت كاس خديت هنا 4 ديال الكيسان ديال الماء كندير لهم 4 ديال المعالق اللي كيكونوا عامرين ديال الملحه. كندير واحد زوج ثلاثة أربعة. صافي كنحرك مزيان حتى كيذوب الملح. كندير الحامض كنعمر الزيتون.
صافي بعد ما عمرت الزيتون والحامض كنزيد هذا المحلول الملحي كنزيد كاس ديال الحامض كديروا الحامض ولا كديروا الرنج مازال الماء ما عمرش حتى الفوق غادي عاد نزيد واحد الكاس ديال الماء وغادي نزيد معلقه ديال الملحه ها هي كنزيد معلقه ديال الملحه المعلقه كتكون عامره حتى الفوق كنزيد لي طرونش ديال الحامض من الفوق وكنزيد زيت الزيتون قياس واحد جوج معالق صافي بالنسبه لهاد القرعه هادي غادي نخليها حتى كيخرجوا منها كاع الغازات ديالها كنقدر نخليها ربع ساعه ولا نص ساعه بالنسبه للقرعه اللي ما كيتسدوش مزيان ما ديروش فيهم الزيتون ديما شوفوا القرعه اللي كتسد مزيان باش ما يدخلهاش كاع النفس باش ما تضيع لكمش صافي هكا كنحتفظ بالزيتون ديالي حتى كنحتاجو وكنجبدو كندير له الشرموله صافي انا بعد ما عمرت القرعه بالزيتون كندير شويه ديال الحامض شويه ديال الرنج كندير الثوم ورق الغار كندير غير شويه شويه من كل حاجه كندير قياس معلقه ديال الحامض من بعد كنضيف قياس معلقه ديال زيت الزيتون وكنضيف الماء اللي وجدت اللي فيه الملحه كنضيف هاد شويه ديال زيت الزيتون من الفوق كنغلف بالسلوفان بالنسبه للمنسمات كديروا المنسمات اللي بغيتوا والقرعه فاش كنسدها مزيان كنقلبها على الوجه هذا غادي نخليها هكا حتى غدا الصباح ونقلبها هكا كنستمر حتى كنكمل كاع الكميه اللي عندي ضروري تزيروا مزيان باش ما يدخلهاش النفس القرعه اللي شفتوها عامره نقصوا منها واحد جوج ولا ثلاثه ديال الزيتونات صافي غادي نغلف بالسلوفان ونسدهم مزيان بالنسبه لهاد الزيتون هذا صافي راه حلا كيبقى غير هاد المنسمات هادو يطلقوا فيه يعني بعد 4 ايام ولا 5 ايام صافي كتقدروا كتناولوه يعني صافي كتقدروا تستعملوه بالنسبه لهاد الزيتون هذا كيطيب بسرعه هذا هو الزيتون ديالي بعد ما وجد كيتقدم بالصحه والراحه بالنسبه لهاد الزيتون هذا صافي بعد 4 ايام ولا 5 ايام صافي كيكون الزيتون واجد بالنسبه للمنسمات كتنسمو بداك الشيء اللي بغيتو اي حاجه بغيتوها كتنسمو بها ماشي ضروري هذا الشيء اللي درت انا بالنسبه لاي تساؤل عندكم خليوه لي في التعليقات وان شاء الله غادي نجاوب عليها وهكا كنجي لنهايه الفيديو كنقول لكم بسلامه نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم.